السلام عليكم متتبعي قناة شوف تي في، صباح الخير عليكم مجددا، صباح سعيد، صباح الخير والبركة والتيسير، جمعة مباركة تدخل عليكم بصحة وسلامة إن شاء الله بكل خير. هذه مجمل الأجواء متتبعينا مشاهدينا الأوفياء قناة شوف تي في من القلب ديال المدينة ديال سطات، العاصمة ديال الشاوية. أجواء باردة صبيحة هذا اليوم من القلب ديال المدينة ديال سطات، كنحييكم مجددا متتبعينا مشاهدينا الأوفياء، كنقول لكم صباح سعيد، صباح الخير والبركة، جمعة مباركة ندخل عليكم بصحة وسلامة إن شاء الله وجميع المتمنيات يا رب. هذه هي الأجواء متتبعينا مشاهدينا الأوفياء القناة شوف تي في من القلب ديال المدينة ديال سطات، العاصمة ديال الشاوية. كنحييكم على التواصل وكنحييكم على التفاعل متتبعينا مشاهدينا الاوفياء. كيف داير الجو عندكم بالمدن ديالكم؟ واش كاين شي برد؟ كاين شي شتاء؟ هنا بالنسبه للمدينه ديال سطات اجواء شبه ممطره مع اجواء بارده، يعني كان تساقط ديال امطار الخير اللي عرفتها سائر مدن المملكه، واللي كان من الاقليم ديال سطات والاقليم ديال برشيد، الاقليم ديال سطات والاقليم ديال برشيد اللي عرف واحد التساقطات مطريه مهمه، تساقطات مطريه مهمه يعني كانت كفيله بادخال واحد الفرحه والسرور على جميع المغاربه، جميع الناس اللي كينتظروا هذه الامطار ديال الخير بفارغ الصبر. اللهم صيبا نافعا، اللهم ارحمنا ولا تجعلنا من القانطين يا رب. كنحييكم مجددا متتبعينا مشاهدينا الاوفياء القناة شوف تي في من القلب ديال المدينة ديال سطات، العاصمة ديال الشاوية. هذه هي مجمل الاجواء متتبعينا مشاهدينا الاوفياء القناة شوف تي في. رسائلنا اننا نبلغ لكم التحية صباح هذا اليوم. بغينا نعرفوا الاجواء عندكم مشاهدينا متتبعينا الاوفياء القناه شوف تي في، كيف داير الاجواء عندكم بالمدن ديالكم؟ واش كاين شي برد؟ كاين شي شتاء؟ بغينا نعرفوا الاجواء من خلال هذا البث المباشر من القلب ديال المدينه ديال سطات، العاصمه ديال الشاويه، سطات بلادي، سطات الولافه. كننقلوا لكم متتبعينا مشاهدينا الاوفياء القناه شوف تي في الاجواء صبيحة هذا اليوم الجمعة من القلب ديال المدينة ديال سطات. كنحييكم الناس اللي كيتوجهوا لأماكن العمل ديالهم بالتوفيق، الطلبة الطالبات اللي كيتوجهوا للمؤسسات التعليمية ديالهم، حظ موفق الجميع المتتبعين المشاهدين الاوفياء القناه شوف تي في من القلب ديال المدينه ديال سطات، العاصمه ديال الشاويه. هذه هي الاجواء متتبعينا مشاهدينا الاوفياء القناه شوف تي في من القلب ديال المدينه ديال سطات، اجواء بارده، اجواء بارده شبه ممطره صباح هذا اليوم الجمعه، الجمعه يعني الثانيه من شعبان من هذا الشهر المبارك، اللي كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى انه يا ربي ترحمنا ويا ربي تسقينا غيث ولا تجعلنا من القانطين يا رب. اجواء صباحيه مثيره متتبعينا مشاهدينا الاوفياء القناه شوف تي في من القلب ديال المدينه ديال سطات، العاصمة ديال الشاوية، سطات بلادي، سطات الولافة، اللي من خلالها أننا كنحييكم وكنشكركم على التواصل وكنشكركم على التفاعل، وكنقول لكم صباح سعيد، صباح الخير والبركة والتيسير فهاد اليوم المبارك اللي هو يوم الجمعة. أجواء باردة شبه ممطرة صبيحة هاد اليوم. بغينا نعرفوا الاجواء عندكم متتبعينا مشاهدينا الاوفياء القناه شوف تي في من القلب ديال المدينه ديال سطات، بغينا نعرفوا الاجواء عندكم بالمدن ديالكم،
واش كاين شي شتاء كاين شي برد. بالنسبه للمدينه ديال سطات العاصمه ديال الشاويه الاجواء جد جد بارده شبه ممطره. صباح هذا اليوم الجمعه المبارك اللي كنقلوا لكم هذه الاجواء متتبعينا مشاهدينا الاوفياء لقناه شوف تي في. كنشكركم على التواصل وكنشكركم على التفاعل متتبعينا مشاهدينا الاوفياء. كنشكركم على التواصل وكنشكركم على التفاعل. كنقلوا لكم هذه الاجواء متتبعينا مشاهدينا الاوفياء قناه شوف تي في على امل اننا نعرفوا الاجواء كيف دايره عندكم بالمدن ديالكم. هذه هي الاجواء متابعينا مشاهدينا الاوفياء قناه شوف تي في من القلب ديال المدينه ديال سطات العاصمه ديال الشاويه سطات بلادي سطات الولافه. كنحييكم هكذا تبدو عاصمه الشاويه المدينه ديال سطات صبيحه هذا اليوم الجمعه صبيحه هذا اليوم الجمعه. كننقلوا لكم هذه الاجواء على امل اننا نعرفوا كيف داير الاجواء عندكم بالمدن ديالكم كيف داير الاجواء عندكم بالمدن ديالكم متتبعينا مشاهدينا الاوفياء قناه شوف تي في من القلب ديال المدينه ديال سطات. كنحييكم على التواصل وكنحييكم على التفاعل بمناسبه هذا اليوم يعني اليوم المبارك اللي هو يعني يوم عظيم عند الله سبحانه وتعالى. كنطلبوا الشفاء العاجل كنطلبوا الشفاء العاجل كنطلبوا الرحمه والمغفره للجميع يعني كنطلبوا الشفاء العاجل كنطلبوا الرحمه والمغفره كنطلبوا الرحمه والمغفره للجميع اموات المسلمين وبالشفاء العاجل لجميع المرضى يا رب فهاد اليوم المبارك فهاد اليوم المبارك. هذه هي الاجواء متتبعينا مشاهدينا الاوفياء قناه شوف تي في من القلب ديال المدينه ديال سطات العاصمه ديال الشاويه سطات بلادي سطات الولافه. كنحييكم على التواصل كنحييكم على التفاعل متتبعينا مشاهدينا الاوفياء. كنقول لكم صباح سعيد صباح الخير صباح البركه والتيسير للجميع وكنطلبوا من الله سبحانه وتعالى انه الشفاء العاجل لجميع المرضى الشفاء العاجل لجميع المرضى. كيف كتشوفوا مجددا متابعينا مشاهدينا الاوفياء القناه شوف تي في في هذه الاجواء الجميله والصباحيه هذه الاجواء المثيره كنتمناو نطلبوا من الله سبحانه وتعالى الله بالشفاء العاجل للجميع الشفاء العاجل لجميع المرضى عفوا الشفاء العاجل لجميع المرضى بالرحمه والمغفره لجميع الاموات المسلمين. وكنطلبوا من الله سبحانه وتعالى يعني التوفيق للجميع الله يفرجها على الجميع الله يفرج على الجميع اللي في شي ضائقه الله يفرج عليه والله يشفي جميع المرضى يا رب الرحمه والمغفره لجميع اموات المسلمين في هذا اليوم المبارك وفي هذا الشهر العظيم لشهر شعبان اللي ما بقات كتفصلنا على حلول شهر رمضان الا ايام قليله. وكنقول لكم مجددا عواشر مباركة عواشر مباركة تدخل عليكم بصحة وسلامة إن شاء الله. سي محمد الدكاري صباح النور خويا صباح النور خويا كنحيوك سي محمد الدكاري كنقول لك جمعة مباركة لك ولجميع المتتبعين المشاهدين الأوفياء قناة شوف تي في من القلب ديال المدينة ديال سطات العاصمة ديال الشاوية سطات بلادي سطات الولافة. كنحييكم على التواصل وكنحييكم على التفاعل متتبعينا مشاهدينا الكرام والى اللقاء في بث مباشر اخر دمتم في رعاية الرحمن.